فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. متتبع بإسبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا من قلعة واستاد الجنوب، نلتقيكم في قمة الشمال هنا مصر الجزائر بذكريات وأمجاد. تاريخ المباراة يعود إلى عام 63، مرت سنوات وسنين وسنون، ممكن ما تعرفون عنها معركة درمان، ولكن القارئين للتاريخ يذكرون استقلال الجزائر والدور المصري في نشر اللغة العربية وتعليم الدين الإسلامي في الجزائر، وتذكر مصر بكل فخر معركة العبور ومساهمة المجاهدين ومساهمة الأبطال في حرب أكتوبر. هكذا تاريخنا وهكذا تاريخ الماضي، هي كرة قدم نلتقي من خلالها، هي معركة نعم لكن رياضية للربح والانتصار. تشكيلة الخضر منتخب الجزائر لحراسة المرمى رايس بورحي، الدفاع التونسي للخضر حسين بن عيادة، لياس الشتي، عبد القادر بدران، محمد توقاي، وسط الميدان بن دبكة وزكريا الدراوي، الهجوم بالليل إبراهيم مزيان وحسم الصدارة. هي مباراة برستيج كبير في كأس العرب لكرة القدم. ترجع الكرة في مرة واحدة، هناك على فكرة خطأ شائع جدا أقرأه في عديد المرات في الصحافة العربية، يقول لك كاس الوداد. الكرة بالبلايلي، يمشي يوسف خطير لبلايلي، وكرة برا وضربة مرمى لبلايلي، والحكم يقول نتوقف، احذروا هذا الفاكوندو. اللعبة ستحسم بالورقات الصفراء في حالة التعادل. من يسامح من تخلى على فيصل حسين نجم قادم الكرة المصرية؟ أجواء كبيرة، القمة على آخرها، الاستاد ملان من البداية إلى النهاية هنا في استاد الوكرة. 40,000 من المناصرين بين جزائريين ومصريين صحيح، ولكن بين محايدين. 100 ماتش انترناسيونال مع الخضر، إسلام سليماني 38 هدف لأحد قلاع الكرة العربية وأحد قلاع أيضا الدول. دران الضغط المصري، مباراة درمان الشهيرة اللي حسمها طبعا أندريا يحيى، والماشيكو بوغرة كان مشارك، وزميلنا وضيفنا في الاستوديو المسل. خطيرة العرضية صعبة على الدفاع الجزائري، ترجع ممكنة والدفاع يعيد الكرة، ترجع بضغط المصري، كرة الفريق المصري، هذه الكرة وهنا الانطلاقة الرسمية لروعة المونديال العربي. من اليوم سنرى مواجهات نارية، سنرى مواجهات قوية جدا. كل شايفة الكرة بالانطلاق، تلعب الكرة عن طريق ياسين ابراهيم، يلعب العرضية الصعبة، ترجع كرة من بدران، ارجع توفيق سارق وضير ايمن في مصر، تمشي كرة بالراس خطير في تاريخ المنتخبين. 24 جول لمصر، لأن كرة في الطريق، التسديد والهدف الأول، 1-0 للخضر، 1-0 للجزائر، ينتظروا الجمهور الجزائري والجول الأول، واحد بلاش عن طريق توقاي، 1-0 للترجي، 1-0 للمنتخب الجزائري، 1-0 للمنتخب الجزائري. هل هو مزيان يا توقاي؟ هل هي النجمة المكشخة؟ هنا 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 توقاي، ضغط رهيب، الضغط رهيب وكبير، والتسديد الشناوي موجود، الشناوي موجود. كرة في دار الدفاع، الشناوي ارتباك، وحجازي يسبق الشناوي وحطها برا. المباريات صعبة يا حجازي، هنا التجربة الجزائرية على مستوى الهجوم ناري. الكرة ترجع والتسديد وحطها، يا الله يا الله يا سولية، يا السول تلعب على الدوريمي، يا سولية، هذه السول والدو والري والمي والفا، اضرب يا رجي. وعلى يسار الترجي الشتي، شتي تلعب الكرة بن دبكة، بن دبكة جاب الكرة والحكم يتدخل، وفي إصابة الحجازي، إصابة الحجازي في 28 دقيقة لعب في الشوط الأول. النتيجة 1-0 للخضر عن طريق توقاي، باستثناء مشاركات خطيرة، ولكن الكرة برا اوت، خرجت كرة على المنتخب المصري او في تسلل، لم تغادر الكرة لمصطفى فتحي، ولكن في اوف سايد. مباراة الان املاس، سنرى الكرة ترجع الجزائر، حذاري والكونتر اتاك المرتد،
جاهم السفاح، جاء بغداد، بغداد يا بغداد، بغداد هنا في الدوحة، بغداد الكرة غالطة، مصر في أحلى فترات هذه الفترات، وروح رياضية كبيرة، وروح رياضية كبيرة يطلع كرة برا، إصابة لاعب الجزائر يوسف البلايلي، مباراة قوية جدا، المصري والحارس عملاق قداش شنا، شناوي ما يشوطش ما يشوطش، ترجع الكرة مرة أخرى جزائرية، كرة على الأطراف، امتلاك من بن عيادة، بن عيادة توزيع وين راس بونجا، في آخر ممكن مع بداية الشوط الثاني، وهنا ممكن ورقة صفراء احتجاج مصري على يوسف البلايلي، سنرى، شفت اللعبة الآن مغايرة، الإنذار جول 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 هو اللي مصر، أنا بعد هدف من هذا الرقم. إذا مش اليوم ممكن في الربع النهائي يتعرض دفاع باش يكون نار، والكرة خطيرة وركنية للمنتخب المصري، ركنية لمصر يا بدران، ركنية مسافة الإمكانية با 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 في خطأ، في خطأ للدفاع الجزائري، يناقشون على إنذار، فالإنذار اليوم بغلاوة البنالتي يا شريف، الإنذار فراق أسباح ألعب الكرة مرة أخرى المنتخب نعم فيل سيكون تمثالك مثل تمثال الكيغاب المصري في الدورة مراوغة ما تعداش إلى التماس كرة في الدقائق الأولى يمشي بالكرة خطيرة حتى له أي 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 الشبكة صغيرة خالوها الجزائريين مازالوا يسيحوا مازالوا يسيحوا الجزائريين اليسر بوجود البلايلي 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 حط كرة وفي لمسة يد المنتخب الجزائري لمسة يد الخضر في مكان خطير جدا في مكان خطير جدا انا يطالبون بضرب جزاء وين الفار جيبوا الفار هاتوا الفار جي خطيرة في دار الدفاع الكرة الثانية خذ المنتخب المصري على الحكم الارجنتيني فاتوندو ماذا قلت للفراعنة قلت لكم ان كان لكم ضربة وحق ستنالون احتمالية ركلة جزاء احتمالية ركلة جزاء 10 دقائق في الشوط الثاني الصور على الفار القرار للفار قدم المصري جول 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 مصراوي للتعادل جول المنتخب المصري عن طريق عمرو السولية من ضربة جزاء واحد مصر واحد الجزائر 10 دقائق لعب في الشوط الثاني شرسة وقوية واجريسيف والنتيجة التعادل الآن هذا بالإنذار ترجع جول 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 لأنه إنذار لأنه إنذار أعطى الإنذار الإنذار على الدراوي هذا الجول الثالث بلغة الإنذارات الآن مصر تصبح الأولى ممكن تغير الزمن ممكن بكرت ممكن بورقة فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.